معانا عبر الهاتف جورج يسري شحاتة سوريال الأول مقرر الشعبة العلمية علوم المجموع 410. وجورج ألو، ألف مبروك يا جورج. الله يبارك في حضرتك. إزايك، عامل إيه الأول؟ تمام الحمد لله. كلمني بقى عن فرحتك يا جورج، وإزاي استقبلت النتيجة؟ أنا بصراحة ما كنتش متوقع إن أنا أطلع من أول الجمهورية، لأن كنت منازل، فكنت فرحان جدا يعني أول ما شفت النتيجة، وكنت ما مش مصدق. طب أنت كنت بتاخد دروس خصوصية يا جورج، ولا يعني بما إنك كنت منازل؟ آه كنت باخد دروس يعني في كل المواد. طب كلمنا عن نظام المذاكرة يا جورج بتاعتك، بما إن أنت كنت في البيت والدروس كانت واخدة كل الوقت. انا كنت باخد الدرس يعني باجي، وكنت بذاكر يعني اوقات مذاكرتي كانت في الصبح، فكنت باخد الدرس بروح اذاكره واحل عليه، وبعد كده بعدين كنت براجع. طب الكليه اللي هتختارها يا جورج؟ ان شاء الله طب. طب طب كلمنا عن فرحه البيت بقى، يعني فرحتك انت حاجه وفرحه البيت دي بتكون كبيره جدا، كلمنا عن فرحه بابا وماما في البيت. هو البيت كله كان فرحان يعني الصراحه، ما كله ما كانش مصدق حاجه زي كده، وكان فرحانين قوي. وابويا ما كان ابويا كان بره واتصل بيا وبارك لي، وكان فرحان قوي يعني. طب انت قلت ما حدش مصدق، وانت نفسك بتقول في بدايه المكالمه ما حدش مصدق، وانا ما كنتش مصدق. ليه؟ يعني انت كنت منظم مذاكرتك وبتذاكر كويس، ليه ما كنتش حاسس ان انت هتطلع من الاوائل؟ انا كنت عارف ان هجيب مجموعه عالي، ايوه، بس لما انا كنت منازل الانتظام الاوائل عامه بيبقوا من الانتظام، فما كنتش حاسس ان انا هطلع من الاوائل يعني. طب حلو جدا، اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي. طب تهدي نجاحك لمين يا جورج؟ هدي لاهلي في البيت اولا، الدعم اللي وفره لي واخويا الكبير وابويا، والمدرسين اللي ساعدوني برضه السنه كلها. طب احكي لنا عن اجواء الامتحانات، طبعا مع الازمه اللي احنا مرينا بيها يا جورج، وهي ازمه فيروس كورونا، ازاي كنت بتقدر تتعامل معاها؟ هو كورونا كانت في بيروت يعني هناك ليله، فما كناش خايفين يعني قوي، وكنا واخدين اجراءات وقائيه وكمامات ومطهرات على طول، فما كناش خايفين يعني جو. هي بس كان خوف من الامتحان نفسه، من امتحان ثانويه عامه، لكن ما كانش في خوف جو من كورونا يعني. الف مبروك يا جورج، ومبروك يا دكتور مقدما. الله يبارك في حالك. الف مبروك، شكرا ليك يا جورج. بنشكرك جورج يسري شحاتة سوريال الاول مقرر الشعبه العلميه علوم بمجموع 410. احنا معانا